نرجع تاني معاكم في كوره كل يوم، ويعني هنبدا بقى كل فتره كده ان شاء الله نستضيف المرشحين لعضويه مجلس اداره اتحاد الكوره. ولكن النهارده البدايه هتكون مختلفه، دايما بنجيب مثلا لعيبه الكوره، المرشحين، الاعضاء السابقين اللي ليهم خبرات. استاذ عمر هريد طبعا محامي، ويعني اعرفه من فتره كبيره في انتخابات نادي الزمالك، ومن الشخصيات المميزه جدا، ولكن عنده كلام مهم بيقول لي الانتخابات دي ممكن تكون باطله، فعايز اعرف ايه الاسباب. فقلنا نستضيفه من الاول كده عشان ايه، شوف الانتخابات اللي هتتم دي ولا مش هتتم، صحيحه ولا مش صحيحه، عشان ما نخشش تاني في قصه القضايا والخناقات والمحاكم اللي كانت برضو في الاتحاد السابق ده. استاذ عمر ازاي حضرتك؟ ازيك يا كابتن؟ ازيك؟ اخبار حضرتك ايه؟ كل سنه وحضرتك طيب. طيب حاجه رب. قبل ما اتكلم في اي حاجه، اشمعنى ترشحت لعضويه مجلس اداره اتحاد الكوره؟ انا كراجل صعيدي بقى، يعني الهدف الاول من القصه دي ان انا كنت متابع لرابطه ابناء الصعيد او انديه الصعيد على وجه التحديد، انه في المفروض ان هم هيدفعوا بثلاث مرشحين، تمام، بالاتفاق مع كابتن هاني بوريده، وهتبقى داخل القايمه بتاعت الكابتن هاني، على اعتبار ان الاوفر حظا وما كانش ظاهره معالم اذا كان في منافسه من الغير او لا. مع الوقت اكتشفت انه في مؤامره بتحاك على الصعيد ككل. بدينا نتكلم في الثلاثه، نزلنا الاثنين مرشحين. مع الوقت الاثنين بنتكلم في مقعد واحد مخصص للصعيد، على الرغم ان احنا في الصعيد من بالمهندس هاني رويد قال هاخد بس مقعد واحد ده في الاخر خالص، في الاول خالص كان بنتكلم في ثلاثه. مع الوقت كده بالتدريج بقى واحد. بقى واحد. وواحد وفتحت القائمه، يعني هذا الواحد في مكان مفتوح كمان. فبقت بقى ايه، بيتلعب بمرشحين الصعيد. مش عايز اقول لفظ يعني، لكن مش معنى مرشحين الصعيد ممكن يكون ناس على الرغم لا يعني تحديدا لو خلاص هي معالم القائمه بتاعته وضحت تماما، بقى في النهايه مقعد او مقعدين. هيبقى مفتوح. مفتوح دول معروف، انا اعرف الاثنين المقعدين دول مخصصين لمين، وليس لمرشحين الصعيد تامه. تمام. فالكلام ده انا كنت على علم بيه في فترات اللي فاتت. بس هو المهندس هاني ابو ريده ما ضحكش على رابطه الانديه في الصعيد. هو ما ضحكش، لكن هو اتفق معاهم على كده في الاخر يبقى مقعد. لو اتفق كابتن كريم بشكل جازم ويقين يقول انا مرشح كابتن كريم حسن شحاته واحطه في القائمه بشكل واضح. زي الانتخابات دايما كده. ما خلاص، بس مش مع الصعيد بقى. يعني انت حددت القوائم الاسماء عندك على شكل واضح، وجينا في الكراسي المخصصه او المقاعد المخصصه لابناء الصعيد او الانديه الصعيد، وفوجئنا بايه؟ ان احنا بنتكلم في قائمه مفتوحه. الكلام ده اثار حافظتي انا على المستوى الشخصي. انا ملم يعني، مع احترامنا للمرشحين من طب انت ليه ما تمش ترشيحك من رابطه الانديه الصعيد؟ ما تقدمتش لان ما كانش عندي رغبه للامانه، كنت مكتفي انه الصعيد يدفع. حضرتك تقدمت لوحدك كمستقل؟ لما اكتشفت انه في مؤامره على الصعيد ككل، ودي مش في الرياضه بس، ده الصعيد مهضوم حقه في كل حاجه، يعني سياسيا واقتصاديا واجتماعيا واسريا وكل الكلام، حتى في مجال التنميه الصعيد للاسف يعني متراجع في حظوظه، متراجعه مع الدوله نفسها. فده الهدف ليه؟ خلاص، مع احترامي للاشخاص المتقدمه من الصعيد، ما حدش عنده علاقات ممتده على مستوى الجمهوريه قدي انا، ما حدش عنده فرص للنجاح، مع احترامنا يعني مش اقلالا من حد، ولكن هي الناس كلها محترمه. فقلنا لا، نخوض بقى، لان انا اعرف امارس اللعبه الانتخابيه مع المجموعه الموجوده حاليا المتقدمه للاتحاد. ده الهدف الرئيسي بصراحه، حفاظا على حق الصعيد في التواجد داخل اتحاد كره القدم. ليه يا كابتن كريم؟ انا عندي 76 ناديه في الصعيد، يعني ثلث الجمعيه العموميه، يعني القوه الضاربه والمؤثره في الجمعيه العموميه. هو كده ممكن يديك ويدي كل المرشحين بتوع الصعيد. يعني 76 نادي دول، مثلا يعني في مثلا الاستاذ اشرف موسى، استاذ رئيس منطقه انا، استاذ محمد ابو الوفا عضو مجلس اداره نادي السوهاج، محمد سيف، ومحمد سيف رئيس منطقه اسيوط لكره القدم، وصلاح بدر، وصلاح بدر، والنائب محمد سليم اسوان، فدول مرشحين يعني في حوالي خمسه بالظبط، حضرتك السادس بالظبط. يعني ايه، انا مش عايز اقول ايه، كلهم ناس يعني افاضل، لكن حدود علاقاتهم. ونادر الزيات على الرئاسه، رئيس نادي اسوان الصعيد. لا، ده قصه ثانيه بحكيها لك، لانه دي ليها تداعيات، يعني ايه اللي حصل، ليه دخل ومين بقى السبب في القصه دي، لانه في احتمالات كتيره خاصه بالعمليه الانتخابيه. ده اللي هياخدنا بقى لحضرتك للسؤال اللي انت قلته، هل الانتخابات دي يعني هتكتمل ولا لا؟ هل انا عايز بس قبل ما تكتمل او ما تكتملش، عايز حضرتك دخلت عشان الصعيد بالظبط، بس في خمسه صعيد ما فيش فرص للنجاح غير عند واحد او اتنين فيهم، وبشرط انه ما تبقاش فيه مؤامره. والمؤامره احيكت خلاص، المؤامره اعدت من اسبوعين ثلاثه، وزي ما بضحك هي بشكل يعني مؤامره، زي يعني ايه مؤامره؟ يعني انا هقول هقول انه ما حصل مع يعني ما بس هم ضامنين 76 نادي زي ما حضرتك بتقول، وفي انديه اخرى ممكن في الناحيه الثانيه. انا عايز افكرك بالجمعيه العموميه في 2012 لما يبقى يعني يحصل توجيه بالكامل للجمعيه العموميه وتنساق في اتجاه
مرشح بعينه ومجموعة المرشحين وهناك منافسة من الآخرين، ده دليل أن الجمعية العمومية ما زالت متماسكة في اتجاه هذا الاتجاه اللي هو اتجاه كابتن هاني وريده ومجموعته. تمام. وده شيء يحمد ليهم برضه، أنا مش عايز أعمل فيها نوع من أنواع الانتقاص، لكن في النهاية فتح القايمة على مقعدين معناه أنه لن يتوافر حظ لأحد من مرشحي الصعيد أنه يدخل في هذا المكان. طيب. يبقى لازم بقى ندخل بقى معركة بجد. ماشي. أو إن هتدي إيه لاتحاد الكورة؟ حضرتك مارستش اتحاد الكورة؟ اتحاد الكورة هو مؤسسة، لا لا لا، مؤسسة شأنه زي أي مؤسسة. بص يا كابتن كريم، الـ 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 الإدارة فن وعلم، وده أحسب إن أنا عندي هذا القدر من العلم والفن في إدارة المؤسسات، سواء أنا كنت مدير نقابة المحامين، دي أكبر نقابة موجودة في الشرق الأوسط، اللي هي فيها 600 ألف محامي، اللي فيها مالياتها بتتراوح 300-400 مليون جنيه سنوياً، واخد حيطك. فعايز أقول لحضرتك لا، هي ده فن الإدارة، وده موجود الحمد لله الواحد يعني مش لازم الراجل يبقى عنده أو المرشح يبقى عنده يعني يفضل عنده خلفية رياضية. يفضل من ناحية لازم الواحد يقول يفضل إن يكون عنده خلفية. وانا مارس الرياضه بس مش يعني مش بشكل احترافي يعني. الممارسه التقليديه الموجوده في كل يعني انت حضرتك داخل عشان تنظيم اداري، عايز يعني فكرتي عن عن اللي موجود جوايا ان انا عايز اعمل اداره اتحاد الكوره بشكل مؤسسي مش مرتبط بافراد، منظومه مش قائمه. يعني انا رؤيتي ان اتحاد الكوره مجلس الاداره بيرسم سياسات والجهاز التنفيذي هو اللي بينفذ السياسات دي تحت علم ده المفروض لكن البيحصل طبعا اللي هو فصل الإدارة المنتخبة عن الإدارة التنفيذية. الكلام ده للأسف طيب في مصر. أنا سمعت حد قال لي من يومين ثلاثة أن عمر هريدي عنده مشكلة في أوراق ترشحه، أساسا مش هيقبل ترشحه في انتخابات اتحاد الكورة. لا هو مش مشكلة، أنا ما عنديش مشاكل، لكن أنا ما أعرفش إيه المشكلة يعني التفصيلة. بس بسأل حضرتك برضه عشان لو في حاجة عايز تقول. قدمنا الأوراق بتاعتنا واخد بالك مكتملة كلها، وبالنسبة لنا الأوراق دلوقتي عند اللجنة الانتخابية بتفحصها، مش أنا ده كل المرشحين اللي متوفرة فيه الشروط هي اللي بتعتمد وبتعلنه في القائمة النهائية. اللي مش متوفرة فيه الشروط أو أوراقه مش مكتملة ده اللي بيستبعد. ده الوضع، لكن مشاكل أنا ما عنديش مشاكل. أنا راجل نائب سابق يعني يتم قبول أوراق ترشحك يعني عليك. أنا أتمنى أنه يعني أنه وفيت بكل الأوراق المطلوبة. كل الأوراق موجودة عندي قدمناها، ما عدا كان في أوراق ما قدمناش في نفس اليوم، رحنا نقدمها كان حصل أنه قفلوا الاتحاد، فعملنا محضر إثبات حالة أن احنا توجهنا للاتحاد لتقديم باقي الأوراق إلا أنه مسؤول. يعني قدمت بعد ما قفلوا الباقي؟ لا في نفس اليوم. في نفس اليوم. كله عندي مستوفى. انا كان عندي بس شهاده اداء الخدمه العسكريه، وانا راجل معفى اصلا من اداء الخدمه العسكريه، وعندي شهاده المؤهل اللي هي ليسانس حقوق بتاعي. كان دول حضرتك قدمنا الصور بتاعتهم، لما جينا نقدم الاصول بتاعتهم كان الاتحاد قفل. بس انت يعني ادام قدمت الصور موجود، يبقى الاصل هيكون موجود. لا طبعا بالطبع. مش بتكمل يعني لما هتسال هتقول عمر مؤهل عالي ولا لا، هو راجل محامي ادى الخدمه العسكريه ما يعني فهمتني حضرتك. ماشي، بس هم يعني ما خدوش منك الحاجه بعد كده؟ لا، ما كانوا امتنعوا عن الاصل بقى، ما خدوهاش، امتنع عن استلام الاصل. اذا كان في مرشحين دلوقتي ما كملوش اوراقهم واللجنه مديالهم، اللجنه الانتخابيه مديالهم 48 ساعه عشان يقدموا، ما اختارنيش بشكل رسمي. طب ليه؟ ما اعرفش. حضرتك اثبتت الحته دي الكلام ده في المحضر كمحضر يعني؟ انه ان احنا تقدمنا باصول الاوراق الا انه الاتحاد رفض استلامها، والكلام ده محضر موجود في اسم مصر النيل. يعني خلينا نتجاوز الجزء ده عشان ده خاص شويه. اوكي، خلينا نتكلم بقى في نرجع بقى يعني المشهد في العمليه الانتخابيه. تمام. وده اللي اكد لك نظريه المؤامره اللي انا بتكلم عليها. لما اقول لحضرتك ان في مؤامره على مرشحين الصعيد، ده اللي انا بقوله ده امتداد لهذه المؤامره. ليه؟ انا النهارده لما باجي اجري عمليه انتخابيه في اتحاد كره القدم، مش المفروض ان انا بوجه الدعوه بشكل علني ورسمي ومعلن للجميع كلهم؟ ليه؟ لانه انا كراجل الاعضاء الجمعيه العموميه هي الانديه. طب حضرتك لك رغبه في الترشيح، يتصل علمك ازاي؟ من خلال الاعلام في الجورنال، واللائحه نصت على الكلام ده يا كابتن كريم. اللائحه بتقول لازم يحصل اعلان في جريده يوميه كبرى واسعه الانتشار. ما حصلش كده؟ لا، حصل ازاي بقى؟ ما هو بقى هنا بقى الكلام اللي دبر بليل بقى. اعلن في الاعلانات المبوبه في جريده الجمهوريه في اعلان قد كده. طب واخد بال حضرتك؟ فتح باب الترشيح. لا، الدعوه مش كده. القانون ما قالش كده. القانون قال دعوة مستوفاة. يعني ايه دعوة؟ بتحدد فيها مواعيد فتح باب الترشيح، مواعيد استلام الاوراق، اللجنة المنوط بها استلام الاوراق. ادي المرحلة الثانية، بعد ما تنتهي بتقفل باب الترشيح في ميعاد محدد، ننتقل للجنة الانتخابية. بتعمل ايه؟ بتراجع الاوراق
وبتعلن قوائم المرشحين أي. ثم تحدد يومين أو ثلاث أيام للطعون الانتخابية. كل الجدول الزمني ده واخبار حياتك بعد الطعون الانتخابية دي بتعلن اسمها إيه القائمة النهائية اللي هم استوفوا كل الاشتراطات اللي منصوص عليها في الاتحاد. بعد كده بنختر الأندية الرياضية بنقول له أدي القائمة النهائية يا جمعية عمومية تعال انتخبيه يوم 30/8. الكلام ده المفروض يبقى منصوص عليه فين؟ في الدعوة. مش الدعوة اللي قد كده المختصرة اللي فيها يعني عايز أقول لحضرتك ده أنت قدمت الإعلان وفتحت في نفس يوم الإعلان وده برضو من الناحية الشكلية غير مقبول. لأن المفروض إن أنا بقدم الإعلان النهاردة في جورنال بعديها ب10 أيام مش في نفس اليوم أفتح الباب. ولذلك مين اللي قدم؟ المجموعة بتاعت مين؟ اللي عارفة على علم واللي في مجموعة برضو تانية قدمت يعني مين هما بقى؟ مين خارج القصة دي؟ ناس كتير حتى بتوع الصعيد يعني لا اللي قدموا إمتى؟ خليني في اليوم الأولاني اللي هو على علم مسبق بفتح باب الترشيح اللي هو المتفق معاهم اللي هم مرتبين يعني الكلام معظم ده. الناس التانية اللي ما كانتش عارفة أو الإعلان ده صغير ما حسوش بقى في مش اليوم الاول قدمه في الايام اللي بعد اليوم الاول حضرتك وانت اعلامي والمفروض ان جهازك الاعداد هنا عنده كل المعلومات هل كان عندك علم الا يوم فتح باب الترشيح؟ لا انا اتفاجئت برضه وكان كلام بيتقال ايه يعني بالونات اختبار هنفتح يوم السبت لا هنفتح يوم الحد لا مش عارف ايه كل ده لغايه ما طب ايه الغرض من كده ما الناس كلها هتبقى عارفه ان في انتخابات والناس هتوضب ورقها واللي عايز يترشح يترشح هيبقى مجهز نفسه يعني ايه الغرض من كده؟ المباغته في الاعلان ده يؤكد لك ان هناك حاجه متفق عليها مش معلنه ولا حضرتك يعني مش في شك وريبه في الطريقه نفسها كابتن كريم ولا قصه يعني انا حتى انا عن نفسي على المستوى الشخصي شايف انه فيها نوع من انواع التدبير المتفق عليه لان انا انزل الاعلان يوم الخميس في جريده الجمهوريه وافتح باب الترشيح يوم الخميس ما بديش فرصه بحاول افوت خميس جمعه سبت لو انت عايز تطلع ورق فتح باب الترشيح كان كام يوم؟ لمده اسبوع وفقا للائحه اللائحه بتقول اسبوع فهو فتح الخميس فقفل الاربع يبقى انا عندي خميس جمعه سبت جمعه والسبت المصالح الحكوميه اجازات عقبال ما ابدا استخرج الاوراق دي يبقى انا بحاول ازنقك في ايه؟ في وقت. يبقى انت عندك رغبه اكيده في انك تعطل ناس بعينها عن ان هي تقدم او انك انت تصعب العمليه على حد المرشحين ولذلك هتلاقي عدد المرشحين المتقدمين مش هو 24 ومع احترامنا للاشخاص كلها فين الشخصيات الثانيه؟ يعني فين رعاة الرياضه في مصر أو في كره القدم بس ده مش عشان ان يعني ما كانش في اعلان كبير يعني في ناس عايزه هتخش كل الاسباب دي واللي سبقها من ترتيبات واللي سبقها من احداث خلت مجموعه كبيره قوي عزفت عن ان هي تخوض معركه شايفها البعض ان هي محسومه من البدايه ولذلك الصعيد رابطه الصعيد بتقول لك ايه لا خدنا في القايمه دي فهمتني يبقى الامر محسوم هي مجرد استيفاء شكل وعمليه انتخابيه شكليه مش وخلينا نتفق على انه بالشكل ده هي انتخابات يعني الى حد ما انا شايفها لا بس هو هي انتخابات القرار في ايد الجمعيه العموميه ما هو الجمعيه العموميه بتختار ما بين مين؟ لا مش مع احترامنا يعني اذا كان ما فيش الناحيه الثانيه ما فيش قايمه كامله الناحيه الثانيه يعني ما فيش منافسه بالمفهوم السليم ما هو دي بقى يعني دي قصه الناس اللي مش عايزه تترشح يعني انت ما تقدرش تقول بالنسبه للمرشحين ان هم يعني غلطانين هو خلاص الناس التانيه مش هتخش لا طبعا يعني انا ما بلومش عليهم في الحكايه دي لكن بقول ايه ان انا 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 كم يعني انا ما لومش المرشحين او الناس اللي عندها لا قوه انتخابيه او كده دي حاجه هم بالعكس دي حاجه بالنسبه لهم كويس قوه تحسب ليهم يعني عايز اختصر ان هم الناس التانيه خايفه ان هم حاسين ان هم يعني مش عايز اقول اضعف ولكن فرصهم اقل بس ده في النهايه كابتن كريم مش هيفيد الحركه الرياضيه في مصر اذا كانت الانديه والاتحادات تدار بهذا الشكل فاللي بندفع ثمنها مصر طيب خلينا نكمل حضرتك قلت لي ان الاعلان ما كانش ده من حيث يعني ولذلك اول طعن هيتقدم على الدعوه للانتخابات هيبطل العمليه الانتخابيه هيوقف الانتخابات عشان الشرط ده انا عندي دلوقتي حضرتك ايه الكلام ده منصوص عليه في القانون مش كلام يعني منصوص عليه في لائحه الاتحاد نفسه تمام اللائحه اللي هي 560 لسنه 2012 منصوص عليه في قانون الرياضه اللي هو قانون 77 سنه 75 ايوه واخد بالك السوابق القضائيه بتقول الكلام ده انه الدعوه لها شروط طب انا عندي دعوه في 2012 الدعوه للانتخابات جايب الجورنان بتاعها جايب شروط الترشيح جايب كل المواعيد المنصوص عليها طب انا حد لو انا مرشح ما اعرفش اذا حبيت بلاش انا اطعن حد عايز يطعن فيا أي. ايه مواعيد الطعن لو دخلنا على الاعلام والمواقع كلها مش هنعرف اذا العمليه كلها مجهله
هنا في تجهيل متعمد. تمام، ده دي حاجة. الحاجة التانية ايه؟ هو في حاجات كتير يعني ابرز لو انا مش عايز اخد وقت كتير في القصه دي، لكن تعالى بقى نسرح بقى في الموضوع شويه. دلوقتي انا في حكم قضائي صدر ببطلان الانتخابات في اتحاد كره القدم، الانتخابات اللي فاتت، الانتخابات اللي 2012 جمال علام ومجموعات. طيب السيد الوزير نفذ الحكم ولا ما نفذوش؟ ما نفذش، هو استقاله باين صح؟ قبل الاستقاله دي اللي تقدموا بيها دي استقاله ولا استقالة تنفيذا للحكم؟ تفرق قوي، خلي بالك ليه. لو انا استقالة، لو مجلس الإدارة استقال، فالمدير التنفيذي اللي هو لحد دلوقتي ما صدرلوش قرار المفروض ان هو بيدعو، خلي بالك بقى من الحتة دي، بيدعو لاستكمال المدة. هتقول لي ازاي الكلام ده؟ هفكرك، الانتخابات في اتحاد الكرة تمت يوم 11/10/2012. مدة مجلس الإدارة كام؟ أربع سنوات. تخلص امتى؟ 11/10/2012، يعني 11/10/2012 تخلص 10/10/2016 يعني لسه 3 شهور لسه. وخلي بالك الحكم صادر من امتى؟ من 27/3/2016. يبقى كان يجب وفقا للقانون استكمال الدوره، استكمال المده، لانه ويجي مجلس منتخب استكمل المده دي، واخد بالك، يجي هو اللي يجري الانتخابات مش المدير التنفيذي. ده طعن. تمام، ده اتجاه. طب نفذ الحكم، لو نفذ الحكم هيترتب عليه اثر ثاني. الحكم هتنفذ صح؟ لحد دلوقتي ماجده الهلباوي المحاميه زميلتنا بتقول ورافعه جنحه على السيد الوزير بهذا الكلام، بتقول ان الحكم لم يتم تنفيذه ولم يصدر قرار. بعض البرامج وبعض المواقع قالت انه صدر قرار وصدر وهيتقدم بكره في جلسه بكره الكلام، هنشوفه ونعرفه. ايه بقى القرار؟ قرار بتنفيذ الحكم. تنفيذ الحكم. بس كلنا لو قرار بتنفيذ الحكم يبقى الوضع ايه بقى؟ لو قرار بتنفيذ الحكم بقى هيترتب حد تداعيات تانية خالص. ايه بقى؟ هقول لحضرتك. معنى انه الحكم اتنفذ انه اعدم الدورة الانتخابية تماما. يعني هنرجع للمربع صفر سنة 2012، يعني كل اللي كان محظور عليه دخول الانتخابات في 2012 يخشش ليس له حق الترشيح في انتخابات القادمة 2016. مين بقى زي مين؟ عند حضرتك كابتن حازم الهواري. ليه؟ عشان كان عمل دورتين؟ دورتين متصلتين. الكابتن هاني ابو ريده، كابتن مجدي عبد الغني، ده اللي انا حاضرني الذهن دلوقتي واخد حيطك. ده معنى ايه؟ معنى الحكم الحكم اللي صدر ده، يعني بكره في محكمه، بكره في بكره في جنح الدقيه والعجوزه تقريبا. استاذه ماجده الهلباوي رافعه جنحه مباشره على السيد الوزير بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي. لو قدم السيد الوزير الجواب او القرار اللي هو بيقول ان احنا نفذنا الحكم ده تداعياته، يبقى احنا ابطلنا الانتخابات بالكامل، ودي سوابق قانونيه مستقره من زمان. ده الاتحاد قعد 3 سنين ونص. ايوه ما بتتحسبش المده دي، لان ما بني على باطل فهو باطل. يعني الثلاث سنين ونص دول كلهم باطل، ما يعتدش بيهم كدوره قاطعه للمدتين. واخد بالك؟ ده تقلب القصه تاني خالص. طب وده يتحكم بكره ولا ممكن بقى يحصل تاجيل؟ لا لا لا، بكره لما يقدم الشؤون القانونيه في الوزاره، لما عارفين بتقعد القضايا بتقعد فتره يعني. لا لا، ده موضوع تاني، مش ده، انت مش منتظر الحكم، انت منتظر المستند نفسه. هل السيد الوزير هيقدم بكره؟ لو ما قدمش، لو ما قدمش يبقى بنتكلم في استقاله. يبقى كان يجب على المدير التنفيذي ان يدعو لايه؟ انتخابات، لاستكمال المده، استكمال المده لغايه 10/10/2016. خاصه وعندك الكابتن سيف زاهر مقدم استقاله بقاله فتره قبل المجلس. تقريبا كابتن احمد مجاهد، احمد مجاهد برضه مقدم فتره. عصام عبد الفتاح، كابتن عصام عبد الفتاح. تقريبا محمود شامي ولا مع المجموعه اللي قدمت، مش متذكر في الاخر اعتقد. مش متذكر. فهنا يبقى هنا ده في الحالتين انت كده بتقول ان الدنيا مش مظبوطه. لا، انا قول واحد، الانتخابات دي لن تجرى في هذا المعنى، مش هتعمل 30/8. لا قانونيا هتتأجل، هتتأجل والله. يا اما يا اما المحكمه اللي بتقول بقى، ولا وزير الشباب والرياضه بعد حكم المحكمه. لا لا لا، حكم محكمه قضائيه. وده انا اعتقد انه هيطلع سريعا بتأجيل للانتخابات بالغاء القرار الدعوه. الكلام اللي احنا قلناه لحضرتك من الاول. يعني في الحالتين حضرتك جبت لي الحالتين، سواء قدم المستند بحل مجلس الاداره، او ان قبل الاستقاله والمده الانتخابيه ما كملتش. تمام، لان هم النهارده لما قدموا استقالتهم قدموها لمين؟ للسيد الوزير. ما قدمهاش، كان ساعتها تقديم الاستقاله ده حل، يعني حل، ده حل للاشكاليه، لكن مش عشان ما يحصلش تدخل، عشان ما يقولكش المحكمه وقضى بالظبط، فاخدناها استقاله. ما هو المعالجات الخاطئه كابتن كريم بيترتب عليها تداعيات. ولذلك من البدايه ما زال القانون عندنا، قانون الرياضه في الوقت الحالي، وانا ده اللي بقى يعني استاذنك
يعني انا من وجهه نظري كراجل سياسي بقول للسيد الوزير لازم يتدخل وسريعا. اولا حضرتك بعت جوابات لكل الجمعيات العموميه المقرر انعقادها في الشهور اللي احنا فيها دي، سواء انديه او مراكز شباب، بارجاء الجمعيات العموميه. تمام. يبقى عندي ايه؟ الاتحادات الرياضيه. ايوه. المفروض ان انا اعلي وكل المرشحين يعلي من شان مصر ومصلحه مصر، ونرجئ هذه الانتخابات الى ان يصدر مجلس النواب الحالي قانون الرياضه. قانون الرياضه. ونبقى كده بنشتغل على ارض بيض يعني جديده خالص. بقوانين متفقين مع المواثيق الدوليه، ما عندناش اي اختلاف. ودي الدعوه اللي انا بقولها للسيد الوزير. السيد الوزير تملك ولك من العلاقات. هيتم اعتماد القانون امتى من مجلس النواب؟ يعني كل بقى لنا فتره عمالين يلا يا جماعه قانون الرياضه. والله انا متابع طبعا لجنه الشباب والرياضه في مجلس النواب. شايف انه في اجتماعات متسارعه، ده دليل على انهم عندهم رغبه في اصدار القانون في وقت قريب. لو انه يعني طبعا هو من القوانين الملحه نظرا للظروف الدقيقه اللي بتمر بها مصر على المستوى الدولي والساحه الرياضيه. لو المجلس عنده رغبه اكيده ممكن يصدره في خلال. طيب انا معايا الاستاذ حسن عبد الفتاح رئيس نادي بيلا، وليه وجهه نظر مختلفه. يعني بيقول لا، انتخابات هتقام، بيقولوا لي في الاير بيس، ومش هتتاجل او مفيش بطلان، والحاجه والاجراءات صحيحه. اتفضل. هو طبعا احد اعضاء الجمعيه العموميه البارزين في اتحاد الكوره. يا استاذ حسن، ازاي حضرتك؟ السلام عليكم. ازيك يا استاذ كريم؟ وازيك يا عمر بيه؟ ازيك يا حسن باشا؟ ازيك جنابك سعاده الزميل؟ وحشني حبيبي. وبغلب عليها عشان اسجل نمرتك لان التليفون اتسرق يا عمر بيه. طيب خلاص، انا هبعت واحد تليفون هديه غير اللي اتسرق ده يا كابتن. لا ابعت لي بس، اضرب عليه. امسك بقى هنا رشوه انتخابيه. امسك هنا رشوه انتخابيه. لا لا، ازاي؟ لا استاذ حسن الله يخليك، محترم وابن ناس. لا ازاي، الله يعزك يا استاذ. ليك وجهه نظر. العلاقات الانسانيه اقوى من اي حاجه يا طب. كريم بيه. طب حضرتك متابعنا وكلام الاستاذ عمر. انا سامع. شوف يا سعاده البيت، اتفضل. اولا في ماده في الدستور قايله احترام التعاقدات والمواثيق الدوليه والمعاهدات الدوليه وما الى ذلك. تمام. اللائحه 560 لسنه 2012 اللي طلعها الوزير العام فاروق الخاصه باتحاد الكوره. ايوه. تمام. مواد اللجنه الانتخابيه ولجنه الطعون والمواد بتاع اجراء الانتخابات فيها لم يصبها العوار ولم يصدر اي حكم محكمه بيمسها. البطلان بتاع الانتخابات اللي في 27/3 من المحكمه الاداريه العليا خاص بفساد العمليه الانتخابيه. المهندس محمد علي اللي كان محمد اللي هو رئيس المواطنين العرب في ذلك الوقت، حصل ان 17 عضو حطوا اصواتهم في الانتخابات مش من حقهم يصوتوا. فالمحكمه بنت اساس ان ما دام في فساد جزئي فيبقى كلي وكذا. نمرة اتنين، المحكمة في القضاء الإداري طبعا محكمة محترمة، ومجلس الدولة ده يعني أحكامه يعني كاشفة للحقيقة، وهي قضاء المشروعية. فهو الموقف إن هو اتعرض للبطلان إجراءات العملية الانتخابية. لم تقم المحكمة بإلغاء أي بند أو من اللائحة 560 نهائيا. خلاص. هي تعرضت على ان هي بتخالف بالنسبه للشخص ما يلجاش القضيه الطبيعي. تمام. خلاص. ده وبعدين لما لجأوا القضيه الطبيعي ما اتحكم له. اذا يعني اللائحه مهما خدت من اجراء بتخالف قانون 77 وبتخالف الدستور. انما في ماده في الدستور بتحمي الاتفاقيات الدوليه. فمن ضمنها اللائحه، ولائحه الاتحاد ما تطلعش لما الاتحاد الدولي يوافق عليه. أيوة. يعني لما جينا نعمل تعديل قال ابعتوا لي التعديلات عشان اوافق عليها حتى لا تكون متعارضه مع لائحه الاتحاد الدولي. بالظبط. القضيه بتاع الشرط. المحكمه قالت كلام واضح. ان لجنه الانضباط لجنه ولا مجلس الاداره يملك شرط عضو. اللي يملك ذلك سواء مع الجمعيه العموميه فرد او كذا، الجمعيه العموميه اللي تملك ذلك. أيوة. والماده دي بتخالف نص صريح في القانون 77. تمام يا سعادة، بالراحة كده. فهو الموقف محدد. نمرة اتنين، لو اللائحة يعني ما جابتش نصوص محددة لمواعيد الطعن واللي واللي واللي، بترجع للقواعد العامة في قانون المرافعات في قانون الرياضة 77 اللي هي مواعيد الطعن وما إلى ذلك. في مواعيد منصوص عليها في بقيت في حاجات اللي هي قانون المرافعات المدنيه والتجاريه. أيوة. والقانون 77 فبتطبق في الحاله ديت في حاله عدم وجود نص. تمام. في اللائحه 560. تمام.
فهو الموقف دلوقتي ومعايا دليل من محكمه القضاء الاداري، سواء بقى اللي هو حكم نادي الظهور. خلاص حكم نادي الظهور، ايه حكم نادي الظهور؟ في الوزير طاهر ابو زيد طلع لائحه برقم 929 لسنه 2013 خاصه بالانديه، تمام؟ فجه في الماده 20 فقره 1 خلى اعضاء الفروع نادي الظهور فيها فرع لهم حق التصويت، لهم حق التصويت ولا لهم حق الترشح. فالمحكمه تصدت، سواء بقى انا مانيش واصي على المحكمه، صاحب المصلحه يطعن على الحكم، انما ده حجه او قرينه قضائيه. لغت الفقره الاولى من الماده 20 اللي هي بتحظر على بتوع الفروع التصويت والترشح، وتصدت وحكمت. صحيح اللي بيلغي المواد والكلام ده فقط هي المحكمه الدستوريه العليا، انما بالنسبه للقضاء المشروعيه هي حكمت بكده. فانا بقدمه كقرين، مفيش ولا ماده من اللائحه 560 صدر حكم من المحكمه الغاء. تمام. اللائحه القائمه نمره 2 برضك عمر، سريعا بس عشان الوقت والنبي يا استاذ حسن. طب ما انا اعمل ايه، ما تديني فرصتي، ما الوقت هيخلص، البرنامج ما عندي ميعاد، اعمل ايه؟ طيب دقيقه واحده طب يلا ماشي، ثواني خلاص. اتفضل. بالنسبه هم استقالوا 4/6 تمام، وبعدين الاستقاله مقدمين صوره لوزير الشباب والرياضه، مقدمين للمدير التنفيذي. المهم ما صدرش قرار لان الوزير مالوش اختصاص في 560 قانون. أيوة. يحضر كمراق المدير التنفيذي له 90 يوم يجري فيهم الانتخابات، اللي عشان يتجاوز المده حكايه التكمله بتاعه المده. وفي ماده في اللائحه بتقول ان اللي مر عليه سنه سواء انتهت بالحل او بالقضاء بالاستقاله او بالاستقاله وتعتبر دوره ما دام مضى عليه سنه. ده نص في اللائحه 560. تمام، بشكرك استاذ حسن، الله يخليك، بشكرك شكرا جزيلا استاذ حسن فتاح. هو مذاكر كويس وجايب اللوائح وليك رد على الحاجات دي سريعا. لا طب انت فهمت ايه من الموضوع ده؟ انا فهمت ان في بنود ثانيه بتلغي الكلام اللي حضرتك قلته ده بالمره. لا خلاص ما اتكلمش في اللي انا اتكلمت فيه خالص استاذ حسن. لا ده هو بيتكلم في حضرتك في حاجه ثانيه خالص، بعيد عن الموضوع. احنا بنتكلم في دعوه للانتخابات، هل صحيحه ولا لا؟ دي غير الدعوه، انا بتكلم عن موضوع الاستقاله والحل. الاستقاله والحل والكلام ده احنا بنقول ايه؟ احنا قدام طرحين. لو هي استقاله يبقى اللائحه بتقول كذا، طب هي لو هي تنفيذ حكم قضائي يبقى الوضع كذا. تمام، لكن انا بس يعني استاذ حسن طبعا انت استاذ واخ عزيز، انت كنت صرحت انه حضرتك اتفقت مع المهندس هنا بوريدة على انك انت هتنزل في الانتخابات كاحتياطي في العمل الانتخابي. فوجئت ان حضرتك ما نزلتش. انا بدعوك انك تجهز اوراقك للانتخابات الفتره اللي جايه، اللي هي كمان شهرين او ثلاث شهور على الاكثر ان شاء الله هتجرى الانتخابات. يعني هتعاد الانتخابات الدعوه دي، وانا بفكر حضرتك بهذا الكلام، هتعاد الانتخابات لبطلان الدعوه وهيفتح باب الترشيح. انا بدعو حضرتك للترشح لانك انت قيمه وقامه وانا بعتز بيك على المستوى الشخصي. لكن تعالى نتكلم على اللائحه الجزء ده. طيب عايز اطلع فاصل سريع ونرجع نكمل. وعايز اقول لكم يا جماعه الصوره اللي موجوده على الشاشه دي الطياره اللي بتعمل بالطاقه الشمسيه، بقى لها سنه حوالي اربع شهور بدات في الامارات. بقى لها سنه واربع شهور بتلف في دول العالم كلها، وجت في مصر في رحله ناجحه جدا، واحنا نعتبر المحطه قبل الاخيره بالنسبه لهم. هتطلع ان شاء الله النهارده وهتسافر الى ابو ظبي المحطه الاخيره، وهتاخد هتاخد دوره كامله، ويعني تكنولوجيا جديده وطياره بالطاقه الشمسيه، ودي من داخل الطياره نقله كبيره اعتقد، يعني ان شاء الله تبقى مفيده لمصر ولدول العالم كلها. حركه الطيران بصفه عامه ان شاء الله. طيب فاصل سريع ونرجع نكمل مع الاستاذ عمر هريدي المرشح لعضويه مجلس اداره اتحاد الكوره، اللي هو بيقول لي انتخابات مش هتتم، فمش عارف يعني مرشحين طب هيعملوا ايه؟ هيجهزوا نفسهم بعد الفاصل. نرجع تاني مع بعض ومع الاستاذ عمر هريدي المرشح لعضويه مجلس اداره اتحاد الكوره، والامور دخلت يعني الاستاذ حسن فتاح طبعا رئيس نادي بيلا اتكلم في بعض الامور القانونيه وبعض اللوائح، ولكن الاستاذ عمر بيقول ان هي يعني غير الكلام اللي هو اتكلم عليه خلاص، دي نقطه اللي هي بطلان الدعوه او دعوه لاقامه الانتخابات اساسا ما كانتش قانونيه بشكل كامل، ما استوفتش الشكل القانوني. فهو عايز يرد برضه في بعض الحاجات على الاستاذ حسن فتاح، وبرضه عايزك تتكلم شويه عن انتخابات اتحاد الكوره وحابب تعمل ايه. حضرتك كلمتني انت عايز تخش النظام الاداري تصلحه داخل اتحاد الكوره، ومن خلال ايضا ان انت راجل صعيدي. بص انا هكمل حضرتك في الجزء القانوني. اولا لائحه اتحاد الكوره المعتمده للسيد الوزير اللي اشار ليها الاستاذ الحسن عبد الفتاح فيها جزء وده بحكم قضائي بيقول بطلان
بطلان النص صراحة في اللائحة على عدم اللجوء للقاضي الطبيعي. وإذا حكم أهو معنون كلام ده خلاص انتهى. النص في اللائحة مكتوب إن أنت ما تلجأش لقاضي طبيعي محكمة طبيعية. للقضاء العادي. ده يعني لكن أنا أنت معاك حكم محكمة ببطلان الكلام. بالضبط. يعني يلجأ عادي. تلجأ عادي. تلجأ ليه عادي كابتن كريم برضو عشان بس بنحدد. أنا على المستوى الشخصي أنا عايز أطبق المواثيق الدولية وفقا للدستور. تمام. وما نلجأش في القطاع الرياضة كله. للمحاكم. للمحاكم خالص. ويبقى عندنا لجان فض منازعات اللي هي التحكيم. تختص في اللجنه الاولمبيه عند المهندس هشام حطب. أيه. ده الطبيعي وتبقى فيه لجنه او محكمه رياضيه اللي هي المحكمه الرياضيه اللي نص عليه. ده اللي انا نفسي وبتطلع عليه. طب هل نقدر ننص عليه في ظل القانون القائم؟ لا. ولذلك المحكمه هنا قالت ايه؟ قالت غير ده مخالف للدستور والقانون لانه ملوش ظهير تشريعي لو ملوش ظهير قانوني. وده الحكم اللي الغى اللجوء للتحكيم. الغاء مؤقتا برضو عشان ما يبقى الكلام كده للساده الاعضاء الجمعيه العموميه والساده المشاهدين مستوعبين الكلام ده. الغاء مؤقتا لحين صدور القانون الرياضي الجديد. فهنحيل موضوع التحكيم للجنه الاولمبيه وانشاء محكمه رياضيه في اللجنه الاولمبيه. وهنا خلاص بقينا كلنا بنروح التحكيم. وده كده اتفقنا مع المواثيق الدوليه بقينا كده موافقين ومتفقين مع اللجنه الاولمبيه مع يبقى هنا مصر اصبحت يعني ملتزمه بالمواثيق الدوليه وفقا للدستور اللي نص عليه. تمام. لكن طول ما انا ما عنديش القانون الجديد وما عنديش النص على اللجوء للمحاكم للتحكيم هظل مصطدم بهذه المشكله. حتى الاقرار بقى ده من ضمن الاسباب بقى البطلان. الاقرار اللي انت بتمضي عليه المرشح بعدم اللجوء للمحاكم واللجوء للتحكيم غير قانون. غير قانون. لانه لا يجوز الاتفاق على مخالفه النظام العام. اي تمام. ده قانون اللي انا بكلم فيه. بمعنى ايه عشان ابسطها للساده المشاهدين؟ يعني ما ينفعش انا وانت حضرتك النهارده نروح نتفق على انه الصلوات خمس نخليهم اربعه. ده لانه من النظام العام بتاع عقيدتي كمسلم. فهمتني حضرتك؟ وصل للمعنى؟ فأي اتفاق مخالف للقانون لا يعتد بيه. ولذلك اللجوء للمحاكم من بكره هتلاقي القضايا طبيعي ما فيهاش حتى لو انت مضيت ورقه عدم اللجوء نيجي بقى حضرتك عايز بس اسالك سؤال. اتفضل. حضرتك قلت لازم يبقى في كشف طبي على المرشحين ويقدموا الكشف الطبي. انا صاحب دعوه زي مجلس الشعب زي ما انا صاحب دعوه الزام مرشحي مجلس النواب بانه هم يكشفوا طبيا. وده استبعد ناس كتير جدا يا كابتن كريم من المرشحين من متعاطي المواد المخدره والمسكره. امر طبيعي في قطاع الرياضه اذا كان السيد رئيس الجمهوريه بيبدا اللي هو اعلى السلطه التنفيذيه بيقوم بيعمل كشف طبي. طب ده انا في القطاع بقى الكشف الطبي في القطاع في القطاع نفسه اللي هو الرياضي المنوط بيه ايه؟ كشف على المنشطات اللي هو البناء السليم للجسم بالظبط توسيع قاعده المشاركه الرياضيه. ده مش موجود؟ مش موجود. بس انا يعني اجزم يقينا انه هذه القضيه يوم 30/7 سيصدر فيها حكم بتوقيع الكشف الطبي على المترشح مش بس على اتحاد الكوره. هذا الحكم هيعمم على الانديه الرياضيه ويعمم على الاتحاد. ليه بقى؟ عشان الخمور والمخدرات والحاجات يعني اولا يعني من الناحيه الشرعيه والدينيه لا يستقيم ان واحد يكون متعاطي مخدرات وخمور يمسك منصب لانه هنا هو قدوه. ايه رسالته اللي بيقدمها للمجتمع؟ انت عملت دعوه خلاص هذا 30 سنه ان شاء الله. دي يعني انا يقيني عشان ما يبقاش من صدر تستند ان الحاجات دي بنفس موجود في رئاسه الجمهوريه السيد رئيس الجمهوريه كشف طبي. اعضاء السلطات الهيئات القضائيه كلهم يا كابتن كريم بيكشفوا. ضباط الشرطه الجيش كل المؤسسات النهارده الحكم اللي انا عملته ده يعني انا بعتبره يعني اؤجر عليه قدام ربنا انه سنيت سنه حسنه ليا يعني اجرها واجر من عمل بها ليوم الدين واخبر حياتك انك انت النهارده خليت كل الناس اللي هي في كل المواقع بتكشف بتمنع بتوع المخدرات سواقين نفس القصه النهارده اعداد كبيره جدا لو حضرتك متابع الكلام ده كله ده لمصلحه البلد يعني مش عيب يعني حاجه بتحاصر ظاهره المخدرات بتحاول تمنعها قدر الامكان وانت ما تقدرش تمنعها نهائيا لانه في تشريعات عقابيه بتعاقب ومع ذلك موجوده. طب نقلل بقى قدر الامكان. ده وجهه نظري. المهم نرجع بقى للجزء الخاص باتحاد الكوره. انا يعني كابن من ابناء الصعيد متبني فكره انه لابد ان يمثل في اتحاد كره القدم وفي كل الاتحادات مش كره القدم الصعيد لان احنا للاسف ما هو كده كده هيمثل بس انت عايز اكتر من لا عايز ضمانه عايز ضمانه في انه ما يتلعبش بيهم. انا داعم مثلا للكابتن محمد سيف في اسيوط
وده من الشخصيات المحترمه واللي انا يعني ارشحه لانه يبقى عضو في اتحاد كره القدم. المستشار محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو مجلس اداره نادي اسوان من الشخصيات المحترمه، وكل الناس المرشحين محترمين، بس انا على المستوى الشخصي داعم لهذين للشخصين دول باعتبارهم يعني الاصلح والاقدر من وجهه نظر الشخصيه، لكن ممكن على المستوى العام يكون هناك من اصلح ومن هناك من اخر، لكن انا دافع وداعم لمحمد سيف ومحمد سليم في الانتخابات الجايه. ده دفاعا عن عايز تقول سريعا كلمه للجمعيه العموميه. الجمعيه العموميه يعني بدعوكم للانتخابات لحاجتين. واحد يعني اختار اقدر الصالحين واصلح القادرين لاصلاح حال الرياضه او كره القدم في مصر. اثنين لازم نتجرد من الامور كثيره ويبقى اختيارنا قائم على الموضوعيه وبعد النظر واعلاء مصلحه مصر. وفق الله الجميع. اعضاء الجمعيه الجمهوريه العموميه، وفق الله مصر، وفق السيد رئيس الجمهوريه ومصر لمكانها الطبيعي باذن الله في الفتره الجايه باذن الله. بشكرك يا زعماء، الله يخليك ونورتني، وحسيت ان الانتخابات مش هتتعمل خلاص. لا ما هتأجل مش هتعمل. طبعا احنا يعني بنحترم كل المرشحين، وان شاء الله خلال برنامجنا هنحاول نستضيف كل المرشحين يشرفونا ونعرف رؤيتهم ونعرف عايزين يخدموا كره القدم ازاي، ودي حاجه محترمه، ودي دايما الانتخابات لازم نعرض جميع وجهات النظر. لكن انا لفت انتباهي كلام الاستاذ عمر هاري طبعا عن موضوع ان في عدم يعني في بعض الاجراءات غير صحيحه او غير قانونيه للاعلان عن الانتخابات، وان الانتخابات ممكن ما تعملش. فقلنا نبدا بالقصه دي نشوف هل الانتخابات هتتعمل اساسا ولا لا. استاذ عمر بياكد، حضرتك اللي بتاكد على لسانك، ان الانتخابات هيتم تاجيلها لامتى بقى؟ ثلاث شهور. ثلاث شهور يعني ستجرى تجرى في شهر 10 10 10 اللي هي الدوره الانتخابيه اللي فاتت تكمل. فان شاء الله يعني احنا مش مع حد ولا ضد حد، احنا عايزين منظومه كره القدم ان شاء الله تبقى في افضل حال في الفتره القادمه، عايزين اتحاد كره قوي ان شاء الله زي ما قلنا قبل كده واتكلمنا، يبقى في سيستم وزي ما قال الاستاذ عمر، وانا قلت قبل كده وبقالي فتره بقول ان يبقى في مجلس اداره اتحاد الكوره بيجيب ناس تنفيذيين بروفيشنال، هم اللي ينفذوا، هم يعملوا استراتيجيه ويرسموا الخطط والاستراتيجيات اللي هم عايزين يعملوها، وناس بقى تنفذ غيرهم، هم بس دورهم بيبقى التخطيط والتنفيذ بيبقى الناس بروفيشنال عشان نمشي زي العالم، يعني العالم كله ماشي كده. فاحنا عايزين ننجح وعايزين نتطور من خلال منظومه كره القدم. كل التوفيق لكل المرشحين، كل ناس محترمه فوق دماغنا، ان شاء الله هنستضيف اكبر كم منهم في الفتره القادمه ونعرض كل وجهات النظر. احنا يعني ما لناش علاقه مين ينجح او مين ما ينجحش، احنا عايزين صالح كره القدم في النهايه. بشكر الاستاذ عمر حريدي ضيفنا النهارده والمرشح لعضويه مجلس اداره اتحاد الكوره، بشكر كل طاقم العمل بقياده اسلام صادق واحمد التوني مخرجنا، وبكره ان شاء الله نتقابل وحلقه جديده مع كوره كلها.